بيان مستفز وعاجل من إثيوبيا لمصر والسودان، انشر التفاصيل. ونشر مقطع فيديو مخيف لصدم شخصين بالسيارة في الشرقية والداخلية تكشف الملابسات. وعاجل علاء مبارك يعلق على الخلاف بين عيلته والمشير طنطاوي. وعاجل وزير الخارجية المصري يعلن عن إنجاز كبير في سد النهضة، ننشر التفاصيل. وعاجل مصلحة الضرائب تتفاوض مع فيسبوك ويوتيوب لتحصيل ضريبة على اليوتيوبرز والمشاهير. ومفاجأة، فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وبيان مستفز وعاجل من إثيوبيا لمصر والسودان. وصرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة بأن إثيوبيا ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية. وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في التنمية المستقبلية. وفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%. وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية ووقف تدويل وتسييس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع. دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الرئاسي مؤخرا إلى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم. وتم التوقيع على إعلان المبادئ حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم في 23 مارس 2015. مصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبي. تعليق صغير على هذا الخبر، الإعلان المبادئ يعني يضمن لمصر حق في مياه النيل ويضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة للحفاظ على الحقوق المائية للدول الثلاثة. طبعا إثيوبيا مش عاجبها إن القضية بيتم نشرها دوليا ويتم إدخال فيها مجلس الأمن. ومجلس الأمن قال في البيان الأخير لهذه القضية إن يجب أن يكون في مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم. طبعا إثيوبيا لما لقت البيان ده ما عجبهاش البيان اللي طالع من مجلس الأمن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ونشر مقطع فيديو مخيف لصدم شخصين بسيارة في الشرقية والداخلية تكشف الملابسات. كشف الأمن المصري ملابسات نشر مقطع فيديو يظهر فيه قيام سائق سيارة بالاصطدام بشخصين بمحافظة الشرقية مؤكدة ضبط مرتكب الواقعة. وبعد نشر مقطع فيديو يظهر الحادث الأليم، أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها حيثيات هذه الواقعة قائلة: في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات نشر مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل الزفاف في فاقوس، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بأحد الطرق، وحال محاولته الانحراف للدخول لأحد الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عمود إنارة. الداخلية أشارت إلى أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الحالي تم الإبلاغ لمركز شرطة فاقوس من أحد المستشفيات باستقباله كل من طالبة مصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى، وشقيقها طالب مصاب بكسور متفرقة، وكلا الشخصين مقيمان بدائرة المركز. ولفتت إلى أنه وبسؤال الشقيقة حاصلة على دبلوم مقيم بذات الناحية عن الواقعة، أفادت بأنه حال وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى السيارات الأجرة للتوجه لحفل الزفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة أحد الأشخاص سمكاري سيارات مقيم بدائرة المركز لاختلال عجلة القيادة بيده
ولاذ قائدها بالفرار هاربا. هذا وأوضحت الداخلية المصرية في بيانها أنه بعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر ارتكابه الواقع على النحو المشار إليه. وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مصدر معانا كان من المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وربنا يا رب يقومهم بالسلامة ويشفيهم بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. علاء مبارك يعلق على الخلاف بين عائلته والمشير طنطاوي. علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ما يشاع عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل والمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى مؤخرا. ورد علاء مبارك على تغريدة الإعلام جابر القرموطي الذي نشر مقطع فيديو على تويتر تحدث فيه عن قراءته مقالا تحدث عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والراحل المشير حسين طنطاوي، استند لغياب علاء مبارك عن عزاء المشير طنطاوي. ورد علاء مبارك قائلا: كلام هبل وهري ملوش أي 60 لازمة. وكان جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حريص على المشاركة في العزاء إلى جانب زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس الأسبق، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية. كما توافد عدد من المسؤولي الدولة والشخصيات البارزة على مسجد المشير في التجمع الخامس للمشاركة في عزاء أسرة المشير طنطاوي الذي رحل عن عمر 86 سنة. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له بإذن الله ويصبر قلوب أهله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. وزير الخارجية المصري يعلن عن إنجاز كبير في سد النهضة. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر حققت إنجازا كبيرا في ملف سد النهضة الإثيوبي من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن الدولي. شكري أوضح أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي بين الأطراف المعنية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، كما عزز المسار التفاوضي المدعوم من قبل المراقبين، وحدد أن ينتهي هذا الأمر في فترة معقولة. وأضاف خلال لقاء على قناة النيل أن مصر متطلعة دائما للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وينهي أزمة السد، وشدد على أن قرارات مجلس الأمن وما يصدر عنه لها صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث في المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي وتظهر حسن النية وتصل للاتفاق الذي ينهي هذه الأزمة. مصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصلحة الضرائب تتفاوض مع فيسبوك ويوتيوب لتحصيل الضريبة على اليوتيوبرز والمشاهير. كشف مصدر بمصلحة الضرائب في مصر عن الدخول في مفاوضات مع فيسبوك ويوتيوب لإخضاع محتوى اليوتيوبرز والبلوجرز والمشاهير في مصر لضريبتي الدخل والقيمة المضافة. أفاد موقع القاهرة 24 نقلا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته أن الإجراء يندرج في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. المصدر أضاف أن المصلحة تتعاون بموجب بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمدها بجميع المعلومات التي تحتاجها في ضوء عملها للحفاظ على المال العام، وبالتالي سيتم تتبع الأفراد سواء كانوا من اليوتيوبرز أو البلوجرز الذين يحققون أرباحا سنوية بأكثر من 500 ألف جنيه وإخضاعهم لضريبتي القيمة المضافة والدخل. وأوضح أن ضرائب المحتوى ستفرض على جميع المواطنين سواء كانت وظيفتهم هي تقديم المحتوى أو كانوا من المشاهير والنجوم من الفنانين والرياضيين الذين يمتلكون متابعين بالملايين ويحققون إيرادات من هذا العمل. وأشار إلى أنه جاري وضع الآليات الفنية التي يتم على أساسها احتساب قيمة الضريبة، لافتا إلى أن الطريقة المبدئية للحساب ستكون وفقا لتوقعات القيمة من خلال المشاهدات التي يتم تحقيقها وقيمة هذه المشاهدات من قبل يوتيوب أو فيسبوك. وأضاف أن الضريبة ستشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتحقق من خلالها أرباح وتتضمن يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وإنستجرام. وحسب الموقع المصري فإنه ووفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة
أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500,000 جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة. كما أن الأفراد والشركات الذين يقدمون خدمات مهنية أو استشارية يتوجب عليهم التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%. وأوضح أن الشركات التي تمارس نشاط لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلع المباعة أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة، فان دام يقبل تحدي محمد هنيدي. أعلن النجم العالمي الممثل الأمريكي جون كلود فان دام قبوله تحدي الفنان المصري محمد هنيدي من خلال السوشيال ميديا. ونشر فان دام صورة على صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها قائلا: قبلت التحدي. وكان محمد هنيدي قد نشر صورة فان دام وعلق عليها قائلا: الأسطورة فان دام نجم عالمي، حبيناه كلنا، جيل كبير من الشباب اتربوا على أفلامك وعرفوا الأفلام الأجنبية والأكشن بسبب أفلامك، مصر كلها بترحب بيك ومنتظرينك، والمصريين كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى والأشرس والأخطر، وده أكيد مش أنا. وتابع قائلا: بس هفوز بدعوات المصريين، والزيت موجود وخير ربنا كتير. من جهته علق الأسطورة فان دام: مقدار الحب الذي دفعه المشجعون المصريين للسيد هنيدي مثير للإعجاب، هذا جعلني أحبه قبل مقابلته، وهذا يثبت أنه ممثل كوميدي رائع، ولكنه أيضا شخص طيب القلب، صوره المضحكة والمبهجة تجعلني أبتسم أيضا. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا فنان محمد هنيدي فنان كوميدي كبير جدا وأنا بحبه شخصيا، والفنان فان دام يعني ممثل أمريكي كبير. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم بسلام الأمير على صفحتكم مصر ميديا IEB على فيسبوك ويوتيوب. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. وكان معكم أبانوب أيضا مسؤول عن المونتاج، أبانوب خلفاوي، تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.